سنين ما جيت على لبنان. انا صار لي 22 سنة ما جيت، مش مصدق اني راجع على الضيعة. رح تعرف توصل على الضيعة؟ ولو بوجود الجي بي اس بعد بتعتلي هم توصلي وين ما بدك. يلا رح نقول له يوصلنا على حارة التوم. يلا هدي انت حتى انا سوق. من مطار بيروت الى حارة التوم المسافة هي 57 كيلومتر، اتبع مسار الطريق. يلا مشينا. بعد 200 متر انعطف الى اليمين ومن ثم اوبس، الطريق مقطوعة احتجاجا على انقطاع الكهرباء. عد الى الوراء واتبع اول مفرق على اليسار. شفتي جي بي اس شو هالاختراع الذكي؟ ايه عن جد، بلاك ان اكلنا الضرب. بعد 500 متر انعطف يسارا ثم اسلك طريق البولفار واوبس، طريق البولفار مقطوعة بالدواليب لمعرفة مصير المخطوفين في حلب. ارجع الى الخلف واتجه نحو الكورنيش. فظيع جي بي اس فظيع. ايه يلا ارجع صوب الكورنيش، لازم نوصل بعد 57 دقيقة. بعد 500 متر اسلك المسلك الشرقي للكورنيش باتجاه طريق المعامل، ثم بعد 200 متر اوبس، شوفي وين بدنا نروح؟ طريق المعامل مقطوعة بالدواليب بسبب احتجاجات العمال المياومين. يا الله. عد الى الوراء وحاول ان تسلك زروبة معمل الكرتون واصعد باتجاه حي الموز. امرنا لله. صار بدنا 78 دقيقة لنوصل. تدور هون وارجع. لحظة، يبدو أن المحتجين على اغتيال الشيخ عبد الأحد يقطعون طريق حي الموز بالدواليب. حاول بعد زروب معمل الكرتون أن تسلك طريق التراب في بستان أبو وسيم. بدي روح على طريق التراب. هل تعرف طريقا آخر؟ طيب روح على طريق التراب، المهم نوصل. أمرنا لله. يلا صار بدنا 94 دقيقة لنوصل. شو بدنا نعمل؟ شو فينا نعمل؟ مهلا، لا تتعب نفسك عبر طريق التراب لأن أبو وسيم قطعها بالإطارات احتجاجا على عدم تصريف موسم البطاطا. طيب شو بدنا نعمل؟ أنا كعيد ما بعرف بقى ولا طريق. رجع على المطار ورجع على السويد وبدربك خدني معك بليز، رجعني على الشركة بألمانيا. تانكيو. لوينك جايبني ولو؟ دوختني العمى. رجع على المطار، على المطار. لبنان لاقونا اشتقنا وطالت غيبتنا، على لبنان لاقونا اشتقنا وطالت غيبتنا.